هل تكون مشغول؟ تفضل تفضل. جزاك الله خيرا. وهذه أسئلة يتعلق ببحثي دكتورة، عندي رسالة دكتورة أنا أشتغل فيه، والموضوع يتعلق بداعش والجهود أهل السنة السلفيين في رد عليهم وهكذا. فالسؤال الأول، هل دعوة السلفية تؤثر على الشباب بحيث تضاد فكرة التكفير والتطرف، وما هو تقيمك لذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، لا شك أن الدعوة السلفية في القديم والحديث هي العاصمة بعد الله عز وجل في تثبيت الناس على المعتقد الصحيح، على التوحيد والسنة ومنهج سلف الأمة، وكذلك هي التي عصم الله عز وجل بها أهل الإسلام من الفرق قديما وحديثا. ولذلك كان لي محاضرة قبل حوالي شهر كانت بعنوان موقف أهل السنة من الإرهاب. وذكرت في المحاضرة أن أهل السنة الذين يتبعون منهج سلف الأمة واجهوا إرهابا قديما وحديثا، واجهوا إرهاب القدرية وإرهاب المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والرافضة، ولا يزال أهل السنة يواجهون الإرهاب على مدى هذه القرون، حتى واجهوا الإرهاب الحديث المتمثل في إرهاب القاعدة وداعش. نعم، جزاك الله خير الشيخ.